لها قيام الزوجيه وكتساوي الزوجيه فهمتيني، يمكن لهما فهمتيني توزيعها واستثمارها في وثيقه مستقله على عقد الزواج. يعني داكشي اللي عندك شي بعد راكي غادي تقراي هذا في العقد ديال الزواج، يعني تقراي هذه راه موجوده هنا راه داخل على المحكم عليها. بس ما حسبني انا بحال بنت، اسمع لاباس عليك يعني انا اللي بغيت نفهم دابا الا دار عنده شي املاك ولا شي حاجه وبغيت يطلق لي حاولي تسوي عطيني 10 مليون ويفرق معايا يفرق معايا الاملاك ديالو. هذاك شنو؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا، يعني ماشي تيربي الريش حتى يقول لي كود بايا هادو. ولا درتي شي حاجه؟ شوف ابار انه شارك معايا داكشي انا عارفه داكشي اللي غيدير هو، راه انا اللي غادي هو غادي حتى حاجه بغيت نردو لابا نردو في نهار لاباس عليه بغيت نكذب سميته هو اللي عاطني علاش انا قالته، ولكن ماشي انا نعلي به ونرجله. كنت خليني نهضر ولا ردو راجل وفي الاخر يقول لي حقا انا غادي نتزوج حقا انا غادي نطلقك وندي وحده اخرى باش وي باش يخرج ماشي هادشي ما كيتعاودش الله يعطيك الصحة. سمعني واحد لا راه عندنا عندنا قضية ديال 2 مليون جات صدى مازال ما عطاها. لا خليني بحال اللي عطاها هذيك اللي قديتي عليه، ما كان لا مليون لا والو، تكسب مثلا راه عطاك مليون اللي قديتي عليه غادي هو داير معايا مليون صافي علاه ما يخدم ويعطيها ولكن غتبقى انا دراسي مازال ما خديتها، ماشي ناخذ نكذب انا ناخذ شي حاجه ويا ما خديتها. لا اللي قد عليها هو غادي يعطيها. راه هنا راه ماشي مبادئنا وانت على الدوام مليون مع زيرو انت مالك بحال ما تلقات فيا بحال باغي تمشي تولي تعطيني الستوت نتاع واحد اخر تولي العقلية تسوي عندي انا من الاخر. سمعني انا من الاخر شنو؟ تكسب مليون ديال الصدى ولكن اللي قلت عليه هو كيعطيك كيبدا نحن براسنا كسبنا. شوف انا غندوي مليون تكسب في الصدى ولكن ندير راسي اللي عطاه واللي عطاه اللي عطاه هو حتى يخدم حتى يخدم ولكن 10 المليون الا بغى يطلقني او اللي تسوي حتى 10 المليون تكسب معايا الا وقع بيناتكم الا ولا جات منك لا فوت نسيه. اشنو؟ كيفاش جات مني انا؟ اللي بحق الحق الا جات انت اللي غلطتي حتى انت خصك تخلصي له يلاه 10 مليون. ها بحالك حتى انا ما غاتسوي انا باغي نتعادوا. لا 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 وقت الزمان يبان لك شي واحد. انت اللي رفعت علي دعوه ديال الطلاق والشقاق. ايه الشقاق؟ اه مازال ما بغيت نطلق انا منه. الطلاق والشقاق يعني عندك شي مضار شي مهضر ضروره من ناحيه ماشي حاجه. كما كنت الناس لا كل انا ما عمري ما نطلب منه الطلاق حيت هذيك هي بزاف. ولا بالله شوف اذا جاي يتزوج على ما تبقيش ما تعطيش خالي الزواج. شوف تعطي الله وراسي لي بوحده ولكن باش نضمن حق مستقبلي بوحده حاجه اخرى خالي. شو شنو بغا نقول هذا خالك ياك هذا خالي شنو غنقول لك شنو غنقول لك داكشي اللي داز عليا والله ما يولي يتعاود والله ما يولي يتعاود دازت عليا والله ما يتعاود داكشي اللي وقع لمامتي والله ما يوقع ليا انايا بالله صافي غادي يدير لك كما دار مليون اللي عطاتي هو هذا موافق؟ دينا الموضوع صافي سدينا موافق قال لك ولكن زعما هي زعما لم تتعشى واحد الكور ولا هذه تطلق ولا لا خليني نهضر ما تهضرش دابا زعما لا بغات هي زعما تيجي انت دابا دعوه في المحكمه هذه حنا قاعدين كنحققوا فيها. لا اسمح لي انا راه ماشي قاضي كنحكم انا افترض الخطوبة وكذا وسميتو تما فين كيتفاهموا بجوج كرسي وجوج كيجيو يعقدوا كيجيو يعقدوا دابا هذا ما غاديش يعصبك واتفقنا عليه هذا ماشي تال عند العادل هذه شحال ديال العادل وجاي ما بغيتش نسمع شي حشومه انا كنحشم انا حشمت نسمع انا هذا الشيء بيناتنا تحشم وما الزواج مازال الحمد لله شنو تحشم انا مازال صغير صاحبي والله الاحشم حشمه وراه على برا وخو انا مازال صغير والشاده هو على برا سمعنا السي عشيش انا كنقولو حيت انا اللي عارفه داك الشيء اللي داز عليا وداز على الام ديالي ما يتكررش الشيء اللي كاين استاذ دابا هي واحد العقده هي عارف مسكينه ساعات
هي الحياه هي مبني لك الشيء على عقده على بارك عليك ادنيا ادنيا انا حاب نكتب شي حاجه لا والله قبل هاد 10 مليون بحال الطلاق يا تردي قلتي انت هو الطالب الطلاق يعني انت اللي قمتي بالاجراءات ديال الطلاق وباش تطلقها انت الطلاق جاي من عندك اذا نقولوا حنا بالدارجه واش قام تعطي 10 مليون كتعويض لا هضر ما كنهضرش معاك بايه كنهضر معاك بفمي صافي شنو هي صافي قابل ياش قابل طيب شنو تعطيها شحال تعطيها 7 مليون اللي قالت لي حالات حالات ياش طلاق حالات الا مشيتي تطلقها انت اولاد تزوج عليا لا مخوش كاعتر العيد بزاوج تعطيه والله ما نعرف انا ما قلت له لو باش الزواج تعطيه انت العيد بزاوج الا ما عطيتيش انت العيد بزاوج كيخيرك القاضي ما بين اما طلبي الطلاق هادشي لا كان كفء ولا اسمح لي والله ما تسالش 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 ما تسالش
الا بغيت انا نتوكك ما غاديش نتوكك. الا بغيت طلق الشاب علاش 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 هي ما بغاتش دابا حتى حاجه زعما علاش علاش هي ما بغاتش دير حتى حاجه. عطينا خويا كاع تمشي بحالها خلي الله يرحمك الوالد. دابا برد لا خويا كاع تمشي بحالها. انا عايز خصنا دابا عيط ولا عيط والله معقول السلعه خصك تسولني انا اللي لا لا شنو الدنيا مخرج الدنيا دنيا دنيا دابا انت شنو غادي دير؟ تنوض بجوج توصل للراس ديالك. انا عارفه تقعد تقعد لا 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 ما يمثل عدو الشط انا اللي اجا سيدي خالد اش كاين شي لهنا مزيان لا لا ما يمشي انا ما نهرب ما والو انا باغي اعتاب ما تعاوش تهضر لي قلت له والو بس صافي اللي هضر له عطيه الحال هضر لا غادي نبتسم انا عارف ملي كنتحقق الشط ديالي دابا يلاه الشط ديالي 99 الحمد لله. انت ما خطبتوني صاحبي وخويا مجبول نحن لا هو راه نطلع هو مش هذا بشي تلك الحمد موافق صاحبي كحل بيك تنقربها ديال تصاب ليك انت تلك بس لعمو ما تصاب بل سنقول لك انا وانا تنبغيك او جيت تبغيني ليك تبغيني موافق موافق الحمد لله شي اللي بغينا حنا غير توافق بغينا حتى انا انسان صافي انا انسان ديالي انا بس هي عارف ندوز المعاناه ديالها وصايب علينا. خالي قال لي ما ديريش هاد الشطوي كل وراه عارف انا المعاناه اللي عانيت ونقاطه وزيد 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 مش تعاود.